السلام عليكم، أسأل الله أن تكون في خير وسلامة. هون السؤال الأول، رح نشرح 10 أسئلة بإذن الله تعالى. السؤال الأول عفوا بيقول جو كونتينيو تو دوا جو ني ديباس با، شايفين تو دوا إلى الأمام، لازم ما أتجاوز. الخيار هو بيقول 90 كيلومتر في الساعة، الخيار الثاني الريبونس بي بيقول 130 كيلومتر باغ أور، يعني 130. هلا هون لا بون ريبونس، طبعا هو بيكون هذا الطريق المخرج، بيكون شايفين السرعه، بيقصد في عندك مخرج استراحه، يعني السرعه 90، بس ولكن نحن تدوى الى الامام، هون بيكون بون ريبونس بي. ليش؟ لانه نحن ما بنخرج خارج اوتوغوت. بون ريبونس بي. كيف عرفنا انه هو اوتوغوت؟ في عندنا لافته لونها ازرق، وكمان في عندنا فوا سيباري مع الحديد. Je vais tout droit et je circule sur autoroute. La limitation de vitesse est de 130 km par heure. Le marquage à gauche ne délimite pas une voie pour véhicules longs. يعني هون شايفين هذا الخط يكون اسمه discontinu، ما بيكون للمركبات الثقيلة. المركبات الثقيلة بيكون وزنها شايفين بيكون عريضة مثل هاد هون، والوزن الثقيل هون ما بيعني للوزن الثقيل. فبون ريبونس بي. خلينا نروح على السؤال الثاني، ما بدنا نطول عليكم. Pour dépasser ce cycliste en agglomération, j'empiète sur la ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse un espace latéral minimum d'un mètre, réponse C. D'un mètre cinquante, réponse D. هلا هون السؤال بيقول مشان تجاوز السيكليست اون اغلوميراسيو، شو هو اون اغلوميراسيو؟ انتبه من مقصود السؤال، يعني داخل المدينه، تمام؟ جومبيت سور لا لين كونتينيو، شو معنات الامبيت؟ امبيت يعني جومبيت، شو معناتها؟ معناتها انه وي ريبونس ا، نو ريبونس بي، معناتها انه الدولابين اليسار نحطهم على الفوق، قولوا بالعربي بالفرنسي فرونشير لا لين كونتينيو، يعني تتجاوز بالدولابين اليسار على خط الابيض المستقيم. بامكانك هون مسموح بهذه الحاله، ليش؟ لانه في عندك سيكليست او المشاه بامكانك تجاوزه بهذه الحاله، يعني الدولابين اليسار بتحطهم خارج الخط الابيض المستقيم. طيب الفرع الثاني بيقول جو ليس ان اسباس لاتيرال مينيموم، يعني لازم تخلي مسافه الامان مينيموم على الاقل. قديش؟ قلنا انه داخل المدينه متر، اما خارج المدينه متر ونصف. فبون ريبونس ا اي سي. خلينا نروح على السؤال الثالث. هون فيديو، انتبهوا. Dans cette situation, je continue mon dépassement? Réponse A. Je reste au niveau du poids lourd. Réponse B. راح نعيد الفيديو قبل ما نشرح السؤال، تمام؟ Dans cette situation, je continue mon dépassement? Réponse A. Je reste au niveau du poids lourd. Réponse B. هلا هون انتبهوا، في هذه الحالة شو بيقول السؤال؟ انه في هذه الحالة شو بساوي؟ Je continue mon dépassement، يعني استمر بالتجاوز حتى الكاميون الثاني كمان. الفرع الثاني بيقول Je reste au niveau du poids lourd، يعني بتخلي مثلا شايفين بتخليك مع هذه الكاميون مثلا السرعة، سرعتك نفس سرعته؟ لا، فبكون Je continue mon dépassement، سرعتك راح تتجاوز. Bon réponse A، كمل التجاوز تبعك، يعني حتى بتجاوز هذا الكاميون الثاني. انتبه في هذه الحالة شايفين هون الريتروفيزور، المراية الخارجية الريتروفيزور اكستيريور، السائق بيشوفك في هذه الحالة. انتبه كاميونات الكبيرة لهم أيضا الزاوية الميتة، تمام؟ فبون ريبونس آ. خلينا نروح على السؤال رقم 4 بشكل سريع. Dans cette situation, je maintiens l'allure. Réponse A. Je circule au pas. Réponse B. هلا هون هذا السؤال بيقول السؤال الرابع إنه في هذه الحالة je maintiens mon allure، أحافظ على سرعتي. الفرع الأول، الفرع الثاني بيقول جو سيركول أوبا. هلا يعني المقصود في الفرع أو في الخيار الثاني إنه أمشي خطوة بخطوة، يعني شوي شوي. فبون ريبونس بي، تمام؟ بتمشي في هذه الحالات دائما شوي شوي. بون ريبونس بي. خلينا نروح على السؤال رقم 5. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre l'axe médian. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا هون السؤال بيقول جو رالونتي، اخفف سرعتي. طبعا راح نحلل الحاله. هون في المرايه الخارجيه على اليسار ما في شيء، المرايه الداخليه بيظهر عنا انه في عنا سياره خلفنا. هون بيكون عنا شايفين
أحد المستخدمين للسيارات شايفين فاتح الباب بس ما بيطلع براه، فنخفف السرعة جو غالونتي وي جو سير لاكس، جو سير لاكس ميديا يعني شوي أنحني لليسار يعني بالوسط. نعم فبون ريبونس وي. ليش نخلي مسافة أمان في داخل المدينة متر؟ Bon réponse A. Essaye. Khallon rouha soual assadis. Si je perds un point sur mon permis de conduire lors d'une infraction, je pourrais le récupérer au bout de un mois, réponse A. De six mois, réponse B. هلون هذا سؤال ممتاز ومعلومة انتبهوا احفظوها، أتمنى بأنكم تحفظوها لأنه في كتار من الأحباب بيتواصلوا معي بعد ما يخسروا النقاط وأسئلة وأجوبة وشرح طويل ولكن للأسف ما عم يشاهدوا الفيديوهات. هون هذا السؤال بيقول أنه إذا خسرت نقطة على رخصة القيادة تمام راح ترجع لي، يعني je pourrais le récupérer au bout de un mois لا au bout de six mois نعم بعد ست أشهر بتحصل على أوتوماتيكيا على نقطة واحدة اوتوماتيكيا، اما اذا كانت نقطتين حسب الكلاس دي المستوى الغرامي، بس لا هون عندنا نقطة واحدة فست اشهر مدة الاسترجاع. بون ريبونس ب ست اشهر بس ولكن ضمن هالست اشهر ما تساوي اي مخالفات اخرى يعني مخالفات سحب النقاط طبعا. بون ريبونس ب. خلونا نروح على السؤال السابع. Mon véhicule a un seul feu de brouillard arrière. Celui-ci doit être à droite. Réponse A ou à gauche. Réponse B. هلا هون السؤال بيقول إنه سيارتي فيه feu de brouillard arrière واحد بس ضوء الضباب الخلفي واحد. وين لازم تكون؟ على اليمين وعلى اليسار؟ طبعاً بون ريبونس على اليسار بالطرف الشوفير. بون ريبونس B. ليش بطرف الشوفير؟ لأنه c'est obligatoire certains véhicules. Ça dépend chaque pays. Bon réponse B. Placer mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet un meilleur confort de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une meilleure manipulation du volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Chafine, mes mains sur la moitié supérieure de volant. Moitié, yani nusf al-khariji, à l'extérieur de la couronne permet. النصف الخارجي من الدائرة شايفين يسمح لي ميور كونفور دو كوندويت يعني يسمح لي بأفضل حالة مثلا القيادة نعم أو يعني بيكون بالنسبة لي أنشط نعم طبعا وميور مانيبولاسيو دو فولون كمان يسمح لي أنه مانيبولاسيو يسمح لي بأفضل طريقة اللف الدوران الديرينكسيون الفولون كمان نعم الأول بيكون طبعا بتتحكم بشكل كونفورت بشكل أفضل أثناء القيادة والفرع الثاني بيكون أفضل أثناء المناورة بتلف إلى اليمين ولا اليسار. Bon réponse A. Essay. خلنا نروح على السؤال التاسع والقبل الأخير. L'aide de freinage d'urgence AFU freine à la place du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Remplace l'ABS. Oui, réponse C. Non, réponse D. هل هذا السؤال بيكون ممتاز جدا. ليد دو فريناج دورجونس AFU يعني هو بيكون AFU طبعا فريناج ايد فريناج دورجونس فرين على بلاس دو كوندكتور يقوم بالضغط على الفرامل بدلا من الساق لا ما له دخل AFU AFU بيتواصل مع ABS رومبلاس لابيس لا ما بيساوي رومبلاسي بيصير اذا بيجي لك سؤال اخر كومبليتي او كومبليت لا بي اس نعم بس ولكن هون لا رومبلاس لا بون ريبونس بي اي دي نو اي نو تمام لاي فيو ليد او فريناج دورجونس ديتكت ان باساج انورمالمون رابيد دو لا بيدال داكسيليراتور على بيدال دو فريناج يل امبليف او ماكسيموم لو فريناج شو معناتها الايد فريناج اورجونس بيكون الضغط الاقوى يعني بيكون يكمل الابيس هذا الابيس والاي فيو والاي اس بي لازم اشرحهم في فيديو خاص بس ولكن في هذه الحاله في هذا الجواب نو اي نو. خلينا نروح على السؤال الاخير السؤال العاشر. La distance de sécurité devant moi est suffisante réponse A insuffisante réponse B je relâche l'accélérateur oui réponse C non réponse D. هلا هون السؤال بيقول مسافة الأمان الأمامي suffisant يعني كافية insuffisant يعني غير كافية طبعا insuffisant غير كافية لازم يكون عندك deux traits d'urgence
الفرع الثاني بيقول جولاش لاكسيليراتور. انتبه، هون بيكون في عندك سيارة عم تجاوزك، بس ولكن نعم بتشيل اجرك من الاكسيليراتور. ليش؟ لانه اول شيء بتزداد مسافة الامان، ثاني شيء في عندك مطر فشوي تخفف سرعة مشان اكوا بلانينج. ريبونس سي. تمام، ان شاء الله وصلت الفكرة. تحياتي لكم، شكرا للمشاهدة، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسى الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى فيديو قادم.